30 ألف جامعي جزائري يسعون للحصول على تأشيرة الدراسة في فرنسا عن طريق اجتياز اختبار الكفاءة في اللغة الفرنسية التي يشرف على تنظيمها المركز الفرنسي بالجزائر، والذي يمنحهم شهادة التحكم والكفاءة في اللغة الفرنسية حسب 3 مستويات. المركز الفرنسي بالجزائر سجل في السنوات الأخيرة ما معدله 20 ألف مترشح سنويا لهذا الاختبار، ما يعني أن 100 ألف مترشح سعوا خلال السنوات الخمسة الأخيرة للعبور نحو الضفة الأخرى، وبالتالي مواصلة تحصيلهم الدراسي في فرنسا، ولما لا البقاء هناك. إلى جانب الكفاءة البشرية التي تفقدها الجزائر سنويا من خلال هجرة الأدمغة، أزيد من 30 مليار سنتيم يدفعها الجزائريون كمستحقات التسجيل في هذا الاختبار، تصب سنويا في خزينة المركز الفرنسي. المركز الفرنسي بالجزائر الذي يشهد إقبالا منقطع النظير من الجزائريين الحالمين بمستقبل أفضل وبمناصب أفضل وبتحصيل أفضل، سجل أزيد من 700 ألف محاولة ولوج خلال الفترة الأخيرة. فهل نحن اليوم فعلا أمام ظاهرة جديدة من الهجرة الانتقائية؟